وجود طارق حامد على الدكه دايما مكسب او في التشكيل الاساسي يعني، بس بما انه عنده رؤيه اخرى لطريقه اللعب مخليه مش شايف طارق حامد الاساسي بتاعه، فعلى الاقل وجوده جنبي على الدكه هو قيمه كبيره لانه خبره كبيره وسنين كتير وروح قتاليه عاليه، فبالتالي هو بكل تاكيد وجوده جنبي خبره. لكن المشكله بالنسبه لي في كاس الامم ان هو كان عنده توليفه فيها رهان على مهند لاشين وفيها انتظار لعمر السوليه وفيها توظيف لزيزو ومجدي قفشه في رقم 8، وبالتالي الحسبه بتاعت وسط الملعب اتزحمت، فربما يكون بالنسبه له طارق حامد صعب ان هو يكون موجود في كاس الامم. لكن لو بتسالني بتقول لي هتطمن اكتر لو طارق موجود ولا لا، هقول لك هتطمن اكتر لو طارق موجود اكتر من مهند لاشين. لكن بالنسبه له مهند لاشين بيمثل له اللاعب اللي بيقدر يجري بالكره، يعمل دريبلنج، يعمل ترقيص بالكره اكتر، فهو عايزه لسبب تكتيكي ربما يحتاجه، ان احيانا مهند لاشين ينفع يلعب زي ماتش الجزائر دبل سيكسز مع حمدي فتحي، فالاثنين يقدروا يروحوا على الجول بالتناوب لان الاثنين بيمسكوا الكره تحت رجلهم احسن من طارق. هقول لك هي تفكير ساعتها وتمام، بس خوفي كله ان تيجي اللحظه اللي يحصل فيها لا قدر الله اصابه او ايقاف في مركز هو اصلا مركز بيعتمد على الاحتكاك، فتبتدي تبص جنبك على الدكه وتقول يا ريتني كنت خدت طارق حامد. وانه في النهايه عز يعني طالما ان احنا بنجرب وطالما ان احنا بندي الوقت لناس جديده لازم يكون عندك في مراكز فيها اطمئنان، يعني على الاقل هنا ان انت مثلا خط الدفاع مع دايره نص الملعب انت واثق ان فيها ناس شايلاك 100%. طالما انت قلت ان انا هجرب هقول لك حاجه في اخر اربعه مثلا اللي هو الثالث في نص الملعب والثلاثه اللي قدام، على الاقل يبقى عندك ثبات فعلي هنا. انا معاك، بس هو فعليا احنا ثبتنا، يعني احنا عارفين كويس قوي ان تشكيل مصر في كاس الامم في مجموعه ثابته، بس بالنسبه لي انني السوليه وحمدي فتحي تمام جدا هايلين لمنتخب مصر، مجدي قفشه وزيزو اتمنى توظيفهم يستمر يمين وشمال، اتمنى ان هم يكونوا موجودين في الحسبه، بس مهند لاشين ولا طارق، مهند هيديني بعد تكتيكي جديد مش عندي اصلا، وطارق هيديني امان بالخبره. انت تسالني تقول لي تاخد البعد التكتيكي الجديد ولا الامان، اقول لك في كاس الامم هاخد الامان، لكن انا ما اعرفش كارلوس كيروش هيفكر فيها ازاي.